احيي لي فلو دسبيوك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله على رسول الله على رسول الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت بارك الله فيكم جميعا. بارك الله تعالى في جميع المقاصد. هذه أحمدك أحمدك اللهم أحمدك اللهم على نعمك وآلائك وآلائك بردوا محمد توكم بردوا حمد توكم بردوا بتو ألم أي بتو هلالم أي فر بجارب لسر نعمة أشكرا وفنهان كان هذا كي واضح إيه. وأسلم على محمد خاتم أنبيائك خاتم أنبيائك دواي رحمة الرزق كم دواي أمين الله منا خشية ثم سر محمد كموري في غمرك أنت يا خاتم أنبيائك وتعيهم في غمرك أنت وعلى هل تخطو لهم كيف معنى بسم الله الرحمن الرحيم بوكا بسم الله الرحمن الرحيم النخوة الدعائي والمعنى آه. بسم الله الرحمن الرحيم دبوا لي الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني دسبي يكم دسبي يكم بناري أو خواي أو خواي كا بخشن دي مهلا بان موسى كي والو بسيط خوانا كي نعم هل وقت أخوان دعائي تنازل إيمان أفرين بخش الليل للدنيا أبا مسلمان وكافر بخش الليل للقيامة أبا مسلمان أفرين يا أبا في الثواني عشان قال الرحمن حرفة في زيادة لك حرفة زيادة لك أبي حتماً أو بخش الليل كل أميانا هي زيادة لك زي أمجا كتما شاب في بخش روانا كان كي للدنيا كان للدنيا في بخش روانا كان زورت للمسلمان شو كافر كتما شان بخش روانا كان كي نعمة كان لك في زورت له لا قيادة كابو أتواني بوي الرحمن يعني بخشنية للدنيا رحيمة بخشنية للقيامة بجري بخشرا وكان بجري بيا بخشرا وكان يا أبا في أتوانه الرحمن للقيامة من كان يعمل كان دورا رحيمة للدنيا من كان يعمل كان يحموية كنا راح تيجي لك تيجي تنين أخوي أكثر بها مثل من هي نعمة كان يرى كم القيامة دورا رحيمة مبالغيتها صفي مشبه كصفي مشبه هون بيقول هر كم بالغان تيا بلام كام يان زيادة تيا بيجا حرف كي زيادة كا بيقول نعمة ثانية كلا رحمانا هن زورت من لورة نعمة ثانية كلا حنيا من عم كان حتاقي لدنيا من عم به كان في بخشة وكان زورت لنا كا والله رحمانا للدنيا بخشني للدنيا رحيمة يعني بخشني لها بلام نعمة كان كثر ما شاكي يقيام زورت لنا رحمانا للدنيا نختي نعمة بخشيو رحيمة نعمة بفاعل بخش باب جارك هو أم جاء وعلى آله وعلى آله وأصحابه والتابعين في نعمة آلائك يعني آلاء نعمة ما هي كم نعمة ظاهر ولا هي يعني باقي آلاء يعني نعمة نعمة كان نعمة ظاهرة كان من آلاء نعمة باقي كان بأبا في سوانه تتوقع دفنا شاو بهرانك بك في بخشي هموك كما شافك نعمة أشكرا هي هموك في إذاني هي شبه قولي إذاني ديريك ليك كاية ونعمة باقي نعمة طبعا كلا قتيل اگر يبداني ان هاتو هبو يعني جاوي ني عمي تن جاوي استرا تمام كيف تدوانن ناكر من حفظ التفسير واجو انا بقول ام يعني نعمتي ظاهره ولا مو نعمتي باقيه ام ذا ولا سر خزن نصوم انا كاني بي ولا سر حاور كاني بي ولا سر شو ان كوتواني بي جا ام ذا صلاه وسلام صلاه وسلامك تا او روري بخدمه الدقين يا خيرو اواني شو ان بيغمرك وانها تا روري أخذ ما تجيش نيته يعني إلى يوم يأتي تعلق بس يبقى أصلي وأسلموه يعني داوي رحمة الله زكام تقل داوي أمين بنا تاكي تأور رجي أجين بحسوه يا خيرو أواني داوي كم كي كم في عمران بس محمد خذ ما مصومان كاني وهاور كاني أواني كشوين يكون تاكي شوين يكون تأور رجي قيامة كذين حلو أما بعد فهذا
كلام ليس هذا شرح لطيف مزجته مزجته بألفية ابن مالك بألفية ابن مالك بألفية ابن مالك مهذب المقاصد المقاصد واضح المسالك دعاء بسم الله نادي بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام أمشي كرنوية وردة تيكلم كردوه لقل ألفية ابن مالك ما بستكاني بختن ربازكاني رونن إيه أبو أتوقف لي بذو خميرا أخلنا يبين مراد ناظمها مرادنا مراد مراد ناظمها إيه رونا كاتو أم شرحا ما بستي هو نرى وكيك ابن مالك ويهدي الطالب لها إلى معالمها والرينوانية كاو كسيك إخواني ونشان كردكاني أم ألفية حاوي لأبحاث منها ريح التحقيق تفوح يلا روز عليك الجملة حاوي لأبحاث منها ريح التحقيق تفوح وجامع لذلك بقى معناك تيأتي سما بس باسع كلو باسانا بوني ساخر نوديها بوني تحقيق يعني ساخر وجامع لنكت لم يسبقه إليها غيره من الشروح وتياتي سنكتير كفيش أم نكوتها شرح كاني تر وسميته بالبهجة المرضية مرضية في شرح الألفية ناومنا ريبازي جيغي رزا لشيكر نوي هزارينها يا أخي النهجة المرضية لأنه يعني قولي مثلا جيغي رزا البهجة يعني قولي جيغي رزا يا النهجة المرضية يعني ريبازي جيغي رزا لشيكر نوي هزاريني شعرها وبالله أستعين أستعين إنه خير معين هل أخواتها ويا المتية كم فراتي خواج بعشرين يا المتية درها كيف حاولي؟ إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما معناه في الجملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيه معناك على. تسبيه كم؟ تسبيه كم بنابي أخوي؟ إيه. كبخشندة. كبخشندة لدنيا بو. مسلمان وكافر. بو مسلمان وكافر و. كبخشندة شلة. بس بو مسلمان. بس. آه. يا ربي. ماله. قال محمد هو ابن مالك. ماله. هو همزة وصلنا نهله. قال محمد هو ابن مالك مالكي أحمد رب الله أحمد رب الله خير مالكي ألا محمد ككرزاي مالكة ألا برودوا محمد فرودقاري خومكم كالله يوباشتين خاونة ما معناك بذلك ما أخوك ألا أو محمدي ككرزاي مالكة مالكة نجد كرية بعفرين هاي مالك مالكني أنا عبد الله أو محمدي ككرزاي مالك على شيء أحمد حمدي فرورجاري خو مكان حمدي فرورجاري خو مكان كالله باشتين خاونة يلا أعلي بالبيت قال فعل ماضي قال فعل ماضي مبني على الفتح قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة أحسن هو ضمير في محل رفع مفعول ناصح تجارب له هو ضمير هو ضمير في محل رفع مبتدأ إيه ابنه إيه خبر مرفوع بالكسرة بالضمة دبيل آخر ناصح خبر مرفوع علامة رفعه الضمة بالضمة كتكة وهو مضاف مالك مضاف إليه دبل مجرور بالكسرة أحمد فعل مضارع أحمد فعل مضارع مرفوع بالضمة فاعله ضمير مستتر تقديره هو عفوا ما وصل أنا أحد الخاسرين إما أنا أو أنت أنا ما وصل جاء من جاري أنا ما حد الخاسرين تري أنا يا أنت يا هتيش يا ملام الله أنت صادق قال موصيا إيه موصل فعلتي أنا ضمير مستتر أنا وجنبي أنا ضمير مستتر تقديره أنا إيه ضمير رب مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة
مفعول به منصوب بالفتحة مقدر وهو مضاف إليه في محل جر عطف بيان لربي خيرا إيه حال من ربي وهو مضاف مالك إيه مضاف إليه دبل مجرور من كسر تو ما نعرف هذا لا دم ليه هل أول قال فعل الماضي مبني على الفتح لا محل لي لا محل إيه محمد فاعل مرفوع بالضم وعلامة ضمه وعلى سكنه بالضم بالضم هو ضمير ضمير مبتدا في محل رفع ضمير منفصل في محل رفع مبني في محل رفع مبتدا ابن خبر خبر مرفوع بالضم مرفوع بالضمة وهو مضاف مالك مالك مضاف إليه مجرور بالكسرة عوائد المراد بها دوسة أخنا هات ولا إيه؟ قال الناظم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم هو نرفع من هو نرفع ضمير الشأن محمد يك أخوي شأن كري مالك يا أخوي النار وضمير الشأن قال قل هو الله أحد ما يتوب له شأنك ويا إخوانك وضمير الشأن والله محمد يقول هو ابن مالك يعني خوش أن كل مالك يقول رضاي مالك هم هو يا ضمير الشأن يا برام هو يجي مرجعين به أنا على ضمير الشأن ما فيه إيه إيه قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم هو نرك ابن مالك فرموا يدس بيا كم بنالي بخير هو نرك ابن مالك قال محمد هو الشيخ الإمام عبد الله الإمام أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك ابن مالك الطائي ابن مالك الطائي الأندلسي الزياني الشافعي إيه أم محمد ما مستاي في شوايا كنيكي أبو عبد الله لقبكي جمال الدين ناوكي محمد باوتينا عبد الله يا عبد الله كري مالك كوابو هو ابن مالك معناه أني كري مالك كري ذا مالك إيه لخيري الطية لولاتا خلق أندلسا إسبانيا إستا وقت خوي دولتي الإسلامي زور بهزمو لدوبرتي مسلمان قاور زابونا وسريا هم يمكننا بقاور بزوري أفكتان شو أنا كي فعلا جيان لا إسبانيا من هذا بكيشي شافية يكفي بارك الله فيه نريده أحمد ربي أحمد ربي الله خير مالكي يعني شيء أي بخواي خوم هل ألم بخواي خوم هل ألم خوم هل أنيم هل ألم نك هل ألم كناوي الله كناوي أي الله باشتين خاونة باشتين مالك بهما خاون بغيت باشتين خاونة أي أصفه أي أصفه بالجميل إيه تعظيما له وأداء لبعض ما يجب له ما يجب علينا يا ليته له والنخل إيه خير شكرا يعني في لما هيك بقول لك كلهم يعني من في هالألم بجواني بقايا الخليفي من في هالألم بجواني تعظيما له لبر جوري أو ولبر بجيهناني
ما يجب له. ليه؟ لبربجي هناني. ولا بربجي هناني. هندي لوشتاني. ما يجب له. تبلا هندي لوشتاني. هندي لوشتاني. كبيستن جيبجيكين بوي. كبيستن جيبجيكين بوي. إيه. والمراد. والمراد إيجاده. بيك بمرفوع. والمراد. إيجاده. إيجاده. للإخبار. للإخبار بأنه. سيوجد. سيوجد. المبذل أحمدو. بلي مبذل أحمدو. دروس كردني حمدا. دروس كردني حمدا. نجها والدان بوي. إيه بأنه. دبلا نجها والدان بوي. نجها والدان بوي. كذا مولى رؤدا. بلي كذا مولى رؤيا. ما بس بيني والله سبيني اسم بخواه الله. هل اسم بخواه الله؟ يعني ما بلي خبريو بلي خبريو بس في إنشاء. ما توه الله. للإخبار. ما خبرنا النية. إنشاء. إيه. مريكي مصليا. يكفي. باش تبي. ودك بطاقة مصليا مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف شرفا شرفا دعوان رحمة الرزق كم دعوان رحمة الرزق وصر في غمري هالمجاردة وصر في غمري هالمجاردة وبوصر شو الكوت وكاني وبوصر شو الكوت وكاني كتواوي عن كردو الرئيس ايه كتواوي عن كردو الرئيس ايه جارع بوك مصليا ومصليا حال مصليا حال منصوب بالفتحة دي طب على حرف جر ممكن في مصلي هو واضح نعم بالله لا مني مصليا حال منصوب بالفتحة على حرف جر لا محل لها من الإعراب تبيلا لا محل لها من الإعراب النبي النبي اسم مجرور مجرور بالكسرة تبيلا اسم مجرور بالكسرة المصطفى المصطفى صفة صفة مجرور بالكسرة مجرور بالكسفة المقدرة مقدرة الواو الواو حرف عطف حرف عطف لا محل لا محل لها من الإعراب آلي آلي معطوف على النبيين معطوف على النبي مجرور بال مجرور بالكسرة وهو مضاف وهو مضاف الهاء الهاء مضاف إليه بل في محل جر في محل جر تمام لوكتويت يوا المستكملين المستكملين صفة لآلي صفة لآلي مجرور مجرور علامة جره الياء كبيرة علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم بل جمع مذكر هذا جمع مذكر سالم سالم الشرف الشرف مفعول به مفعول به منصوب بالفتح مفعول به منصوب بالفتح إيه نريد يا كامل مصليا بعد الحمد بعد الحمد دعوة رحمة الرئيسة كم لدواي في هالقتنكة أي داعي تبقى قايلش دعوة رحمة الرئيسة كم دعوة رحمة الرئيسة دواي في هالقتنكة دواي في هالقتنكة إيه أي داعيا أي داعيا بالصلاة أي الرحمة دي وقت الرحمة على النبي على النبي يعني دواي رئيسو سوزة كم دي دواي إيه كنت تعريف النبي البوكا هو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه إيه نبي بإنسان قال كوحي بواسطة نبي خايلة إنسان نبي بإنسان قال نبي بإنسان قال كشرع كبوها كشرع كبوها تبي هرتم هرتم فرماني في ندرة به هرتم فرماني في كرايجين كرايجين إيه فإن أمر بذلك فإن أمر بذلك فرسول أيضا أجر أمر فكرة أو كرايديني أو رسول إيشا نبي إيشا ورسول إيشا أيضا ولفظه في التشديد من من النبوة أم نسيتي من التشديد أجر تما شاء خارف قال بكسر النون وسكون الباء يعني نبوة نبوة آه هي الزفعة نفذ من النبوة لا مصدر النبوة نبوة بوته هنا مصيد الشكراء لنبي المسيح فرولة إيه أي الرفعة أي الرفعة نبي خلنا ولفظه ولفظه بالتشديد من النبوة من النبوة من النبوة أي الرفعة أي الرفعة أي الرفعة أو الأخ بل لا من هم فتحيان بل بس هاي جبجونك بل ترى ناقل أخوة إيه فإن أمر لذلك لرفعة رتبة لرفعة رتبة النبي لرفعة رتبة لرفعة
لرفعة رتبة النبي على صلى الله عليه وسلم. صلى الله يعني خالق جبل حمول فتحي صلى الله يعني رحمة ربي وبيع صلى الله ثاني صلى يعني لا يصلاها إلا الأشقى فيصلى الأشقى صلى الله صلى الله على محمد عليه شنو سيارة عليه وسلم على غيره على غيره من الخلق ليش أن يوم قرنا هل ولفظه مو مخفنا لبعض ولفظه بالتشديد من النبوة أي الرفعة أي الرفعة لرفعة رتبة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره على غيره من الخلق هم دفتروا الكلمة لفظي نبي لفظي نبي بشدية نبي وثمان شامل لنا بلا تبين نسي بلا لفظي نبي بشدياك لما ديني بوته لما دين نبوة يعني برزي برزي يعني برزي يعني برزي خوي نبي ونبوة نبوة كفعيل لرفعة النبي ون أم دار واو يكوب نعاني في شو كان ساكن وقلب واقفل بيضا ميكل قال لهم قاعدين مرميون بيت النبيون أقلنا خوي نبي ونبوة إيه بويا في على النبي أم دار بويا في على النبي بويا في على النبي إيه تمام شاكتي بكرتها تنك برزة فلي في غمر على غيره. دب خوالي. شنك برزة. بويا برزة بليبيا غمبر. شنك برزة. شنك برزة بليبيا غمبر. لسان خلقي ته. لسان خلقي. بويا خوالي. يعني بس. وبالهمزة. وبالهمزة من النبأ أي الخبر. أي الخبر. إيه. أقول نبي إجوا خيرني. أنت ما شاكت يقول قد خلنا من المغة. أنت ما شاكت يقول قد. أقول نبي إجوا خيرني بهمزة. بلا. يتي بغي. أقول بهمزة بيخن يوكي. بوي نبي. بلا. ري نبي نبي إيه أول ما دينا بقى أول ما دينا بقى يعني هواو أي الخبر أي الخبر يعني هواو نعم كبير نعم يعني هواو إيه لأن النبي لأن النبي مخبر عن الله تعالى إيه بويا في على النبي بويا في على النبي إيه شو كفي غمر شو كفي غمر هواو درة هواو درة لكي ولا أخوة أجر مخبرون أخوة أجل مخبروني الوقتين يعني في غمتنك في غمر هوالي في أدراوة الأخوة أجل فعيلة كما معنى فاعل بها يعني أو هوالي دعوة أجل فعيلة كما معنى مفعول بها أو هوالي في أدراوة والمراد به والمراد به نبينا محمد محمد عليه وسلم إيه ما بس بم نبيي إيرا ما بس بم نبيي إيرا إيه في غمر مع محمدة في غمر مع محمدة درود وسلام خايلة سامي درود وسلام خايلة إيه تيكا المصطفى أي المختار من الناس أي المختاري أو مجرور أي جبه مجرور بها نعم المصطفى أنا ما أقول صفة أبو النبي يعني أنت لازم تقول لي بني إيه أي المختار من الناس يعني حب جراء ولا ناو خلقيا يعني حب جراء ولا ناو خلقيا مشاكة دي مكان كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم احسن في حديثه رواه الترمذي وصححه اي وفن حديثك ان الله اصطفى من ولد من ولد ابراهيم ولدي كبا من ولد ابراهيم اسماعيل اسماعيل عليهما السلام واصطفى من ولد اسماعيل من ولد اسماعيل نعم ذكي خطا من ولد اسماعيل من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم بني هاشم واصطفى من بني هاشم فكو دليل إشمان أو حديثيك في عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي دليل بيبي هو الله كتبتها دليل إشمان أو حديثيك في عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي تلمذي جرابيتي هو تلمذي جرابيتي هو صحيح شدانا فرميتي تي خواي برز بالا دست والبرز بالا هلي بجار هذه بجار لنا اولادكاني لنا اولادكاني ابراهيم اولادكاني داري اولادكاني ابراهيم اسماعيل اسماعيل ايه وهلي بجار وهذه بجار لنا اولادكاني اسماعيل لنا اولادكاني اسماعيل خيالي كنانة خيالي كنانة ايه ولنا ولنا بني كنانة ده خيالي خيالي قريشي هذا خيالي قريشي هذا هذا ولنا قريش شا بري بني هاشم بري بني هاشم هالجرا من يشي هالجرا من يشي هالجرا لنا بني هاشم لنا بري بني هاشم أولاد بكوليون أولاد بره أولاد أولاد بتك بره سيخ أولاد نوشي كيف نوع حفيد 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 نوع
لا والنوام جاءوا لا كرة زايع كرة ولد كرة شو كرة زايع ويا أمات أي تو يوخي أنا كيف هل خواتي باش وقال في حديث من رواه الطبراني طبراني وقال في حديث رواه الطبراني إيه؟ إن الله اختار خلقه فاختار منهم بني آدم ثم إيه؟ اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم إيه؟ اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيارين يا عمر صلى الله عليه وسلم فرميتي يا عمر صلى الله عليه وسلم لا فرميتيك كطبراني جرتو لا فرميتيك كطبراني جرتو فرميتي براسي فرودجار مستي مخلوقات خوي هالجيه مستي مخلوقات خوي هالجيه كامي باش هذي بجاد لنا ومخلوقاته وهذي شي بجاد لنا ومخلوقاته بري آدم ايه أم لا هذي بجاد كأم جاكاتي بري آدمي هالجاد فاشن كبري آدمي هالجاد لنا وأنا لنا أنا شعري عربي هالجاد فاشن كعربي هالجاد فاشن كعربي هالجاد لنا وأنا قريش هالجاد فاشن كقريش هالجاد لنا وأنا بري هاشمي هالجاد كبري هاشمي هالجاد كبري هاشمي هالجاد لنا وأنا مني هالجاد لنا وأنا شمني هالجاد كابو من بردوام كواتا من بردوان هالبزير راوبم هالبزير راوان هالبزير راوان يعني أدو حديثا أرسل من ألباني لسند يوم حديثاني نقل ليه أو إنك وصف شتاي شيخ قومي كي تياد وزنان حديثة تزعيف إيتن على حام نقل ليه لأنه أمزع عرب بي عقلش إيهم لا نوايا قبل جيف يا غمري نكي وهو كرد يسألنا أولادي إبراهيم من الله ورخينا إبراهيم وشي نسبي نكي يعني هدوان تويك عنا من موصيان فقير يا لله وعلى وعلى آله أي أقاربه أي أقاربه المؤمنين أي من بني هاشم من بني هاشم والمطلب أو كل ذلك أو كل ذلك والمطلب لا ما قلت هذا يا طيكة والمطلب ما هذا لا بيخن أي أقاربه المؤمنين أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب المستكملين الشرف المستكملين شرفا بفتح الشين بانتسابهم إليه إذا هم ذا مطلب ما بين مطلب إيه وأو رحمة الرزاء أو رحمة وأو رحمة الرزاء لسرخز ما مسلمان كاني به لبني هاشم مطلب كتوابيا كردوها كتوابيا كردوها الريس إيه أمدي على الشرف بفتح شين وخيانة ما ليش شروط ما ليش شرط إيه بوي تاويان كردوه شنكا بيونديان بوه شنكا بيونديان بوه إيه بوي شريف أنت أوكر الريس أنت أوكر شنكا بيونديان كلام هذينا اللي خلصت يا تنين أتو لقيته الدنيا طالب لهاريها وهارب لقاليها زوكا إيه وأستعين الله وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية وأستعين الله في ألفية أهي كيف نقيح في ألفية ياه في ألفية أوى مقاصد النحوي نحوي مقاصد النحوي بها محوية إنك هذا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة خط بيش مبوخين يا ليه فتي وصلنا نصح الأمة وكشف الغمة نصح الأمة عندنا ساعتي ذا يتخويك فقلنا لي نصح الأمة ثانية إيه نصح الأمة وكشف الغمة هم بوالي لبلا واحد يسوب قالوا تيجي ضايع تلفظ إيه دوايا المتية كم الأخوة دوايا المتية كم الأخوة لهوني نوي هزار شعرك لهوني نوي هزار شعرك كما بستقري من كاني نحو كما بستقري من كاني نحو تياكوبو نوا تياكوبو نوا من معناه كم بكرة أخذ الحامي بلد دوايا المتية كم دوايا المتية كم الأخوة لو هزار لهوني نوي هزار شعرك هزار شعرك كما بستقري من كاني نحو كما بستقري من كاني تياهوني وتو تياكوبو نوا تياكوبو تو إيه يا الله يا رب الواو حرف عطف واو حرف عطف لا محل لها من الاعراب استعين فعل مضارع مرفوع بالضم مرفوع بالضم فاعله بالضمه فاعله ضمير مستتر تقديره انا احسن الله الله مفعول به منصوب وعلم
بالفتحة. بالفتحة مضافة. في حرف جر. حرف جر. ولا لا محل لها. لا محل لها من ال. إيه. إعراب. ألفيتين. ألفيتين اسم مجرور. جر. بالكسرة يسلم قد تقديرا. تقديرا. إيه. مقاصد. مقاصد. مبتدأ. مبتدأ مرفوع على الضمة. فيه الضمة. إيه. وهو مضاف. وهو مضاف النحوي. مضاف إليه مجرور. مجرور بالكسرة. أحسن. باء الباء حرف جر يبقى أول حرف ثاني يكفي عليه عن فيه وانيك مو بدو في جزئي في كل مكان مثلاً باء يلي الباء طبعاً كبوبة على ناري على على الذي على الباء حرف جر دي الباء حرف جر لا محل لها لها محل لها من الإعراب هل ها ما ألي أجناء شو قدو حرفه الله ها ها في محل ها أجناء ها هل ها إيه في محل جر لا في محل جر محوية خبر مرفوع بالضمة مرفوع مرفوع بالضمة مقدرة الوقف له يا الله به واستعين الله واستعين الله في نظمي في نظم أرجوزة أرجوزة ألفية عدتها ألف بيت أو ألفان بناء على أن كل شطر بيت بيت كاتب كردية كم بيت شطر هي شعري كتاب في لن بيت بلت الشعر كان لن شطر أم ذا بحر عروض سنن حفظن هردن سنن بيتان عروضين أخونا هردن حفظ بحر يو بلا أم بحري أنها يغزز غزوزة يعني بحري غزز وزن بحر كل شيء السيا مستفعل يكوتون مثلا قال محمد مفتعل لبني مستفعل مدن هو مفاعل نمالك مفاعل لا مستفعل هو مفاعل ليروى أستعي مفاعل إن الله في مستفعل ألفية فعول عدسي بي السيا مستفعل يقخني وشعريك السيا مستفعل يقخني نيو شعرك يترجع أو مستفعلون عنه دسكارية كان خبن وزحاف وشيان توزبه وطي مستفعلنا كيف تمفاعلنا بيتفعولنا بيتفلان هل في بغزاز بحري كالشعر لو حفظ بحري كهم نيو شعرك إلا سيا مستفعلون كيف هاتوا أقل كما شاء المنجد تعالى أو طبعة هذا كان نعم الله لسان ما لسان العرض هلا لو المنجد كيلي بلو قامنا لباسي سنة ونازم فيها اللي بيها همو بحر الشعر ثاني فيها بالشعر لكن مونيت شي بوه هنا قلت ما عشاك انو يبزان سنة لا إذا قال إن شاء الله نخطيك كسر كوتين كيف بك عروض هاد كتير نخوش إن شاء الله دعا عليك دعوية المتية كم لأخوة بو معنى كده دعوية المتية كم لأخوة بهوني نوي بهوني نوي بحر يكي رجز بحر يكي رجز كهزار شعر كهزار شعر يا دو هزار نيو شعر يعني دو هزارني وشعر وطلع عدتها ألف بيتين هزار شعر أقلت ما كان هيك أقلت ما شوي دو هزارة أقلت ما شاني وشعر بناء لسروي بناء ما شاءوا كده بناء لسروي بناء لسروي كهموني وشعر ياك كهموني وشعر ياك بسيبه بشعر حساب بشعر حساب بيت لأني وشعرني شعر أنا ذاك سجلا أنا ذا كفيال الشيخ السيوطي كأصلا ذاك دو هزار بيت أبوابك تا ألفانية ولا ألفية إذا وش بنا ولا يقدح ذلك ولا يقدح ذلك في النسبة كما قيل كما قيل لتساوي النسب إلى المفرد والمثنى كما سيأتي زررنا دا زررنا كبلين دو هزاريشا كبلين دو هزاريشا بنسبتك بنسبتك خذ من يسميه دون وكو خلق وايد وتوا كما قيل اني خلق وايد وتوا خلق هنا فهمت انا شلون يعني الف يعني دو هزاني وشاي كما الف منك تي لها هذا شو كي يكسانا شو كي يكسانا شو كي يكسانا نسبدان نسبدان بولا مفرد شو بولا مفرد شو مثناش وكو لمولادي كم لباسي نسبتها دي قال بولا نسبت بولا بغداد بيغي بغدادي ولاي هرمزان بيغي هرمزيون الفنون كيناري ولاي كتاب هرلي كتابيون ولاي كتاباني هرلي كتابيون ديرش قاو ولاي مثلا ألفية ولاي ألف بي هرلي ألفية ولاي ألفاني ألفاني جبو بي ألفية تمام وصحبوا بحر كغزز
كلها مو شعر كان مصطلح قال لي بهموني وشعر قال بيته فلان راسيا شطبني وشعر بيت شعري ترى هل بحري ردز أم قاعدين كنا نوى حمو بيت حمو حمد بحري ترقيمية مقاصد النحوي أي مهماته أي مهماته ما شبوا ما بستقرين كاني نحو ما بستقرين كاني نحو كوبون ولا مكتبة يعني كوبون تولى مكتبة هم ذا نازع نوعة ما ساتان كنوا مكتبة هم دو جلد يا جلد دو جلد أما اللي نتا شيك يا أتا إضافي كيا أقل بيخ إنه الآخر يا باسي فعلي شكيا لا برقى كيترا باسي فعلي شكيا باسي صرفي شكيا يا والله باسي فعلي ماضي كيا مضارع كيا من المثل ما نسا سيوتي ليه فرسنا باشا أم فهميتي نحو نحو من ذا عنوية مربات فاعل مفعول به مبتدا وخبر وعنيه كي باسي صرفي كيا على كاك نحو دو معناه دو إطلاقه دارك نحو هربا نحو رودة لنصر مبديان دارك نحو بنحو شو صرفي استبو خوي فيه دارك والمراد به المراد لقولنا علم العربية المطلق على ما يعرف به أواخر الكلم إعرابا وبناء وما ما يعرف به ذواتها صحة واعتلالا لا ما يقابل التصريف ما بس بنحو ليلة ما بس ليلة بنحو أويك هاواتا بلقل أويك هاواتا بلقل أويك ألين لقال أويك علي علمي عربي علمي عربي نحو اللي ربع علمي عربي قلت النحو جريته صفي جريته أحوالي آخري كلمي فزالي هري قريته أحوالي أبني كلمي فزالي هري قريته مخيافني أو علمي عربي بكار دي والمطلق علمي عربي بكار دي علمي عربي بكار دي وأو علمي وأو علمي كحالي آخري كلمي في أزان دي كحالي آخري كلمي في أزان دي لكن لم عربي لم عربي لم عربي وأوشك في أزان دي وما يعرف به خذ معنا توا وأو علمش وأو علمش كفي أزاندري كفي أزاندري صيغي كلمك صيغي كلمك أخو صحيح أخو صحيح يا معتل يا نخوش يا معتل معتل نخوش ما بس تنيا أو علمانية ما بس تنها أو علمانية كبرامبري صرف وستعمل كبرامبري صرف وستعمل نحوي أنا بنحوي جلن صرفي جلن بوي ألفية كأمها نحوي شكياو صرفي شكياو وخبينا بها أي فيها محوية أي مجموعة ما بس تقرين كان لم ألفية كوكرانو تبيلا ما بستقنقا كان ما بستقنقا كان لم كتبا لم كتبا يا كوهنتو أخير نشعر إيش كان بعض الله بعض ها بعض الله بعض الله من يعني باكبين إيه نيت أنا كتير كنت البخوة تانا يسعى والله ما وصيجيان نبي جاهدوها أخذ يسيب ساكين هلا منا والله بينجو يك دقيقة يا والله جاهدوها بابت لالي دستخوش بيها خمسيجي سيحودة خمسيجي